إذن المجلس المركزي الفلسطيني يعقد أعمال دورته 30 اليوم، وبحسب المصادر أن المركز سيتخذ قرارات وصفتها بعض القوى الفلسطينية بالمتفردة والبعيدة أيضا عن المجموع الوطني الفلسطيني. ما ردود الفعل الأخيرة لهذه القوى بشأن عقد المركز لاجتماعاته، وكيف ستتعامل في حال تم حل المجلس التشريعي؟ نعم، في البداية خمسة فصائل في فلسطين هي الجهاد الإسلامي، حركة حماس، الجبهتان الشعبية والديمقراطية، بالإضافة أيضا إلى حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. جميعهم قاطعوا دورة المجلس المركزي 30 التي ستعقد في رام الله في مقر الرئاسة، وستبدأ في تمام الساعة 1:30، وبعد ذلك في تمام الساعة 6:30 هناك كلمة للسيد الرئيس محمود عباس بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، بالإضافة أيضا إلى رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين، وهذا يأتي ضمن إطلاق طبعا اسم الخان الأحمر وكذلك الثوابت على دورة المجلس المركزي 30 التي ستعقد في رام الله. في الحقيقة ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل الفلسطينية التي تحدثنا عنها قبل قليل. أبدأ بالجبهة الديمقراطية التي وصفت طبعا القيادة الفلسطينية بالتفرد بقراراتها، وحركة حماس قالت لا شرعية للمجلس المركزي في دورته 30 لاتخاذه طبعا قرارات متفردة بعيدا عن الفصائل الفلسطينية. المبادرة الوطنية الفلسطينية كانت قد أصدرت بيانا وتحدثت عن هذا الموضوع، وقالت عدم مشاركة المبادرة الوطنية الفلسطينية هو عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي خلال الأشهر والسنوات الماضية. طبعا المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المركز الوطني الفلسطيني، يعقد جلسته تقريبا يعني مرة كل شهرين، وتتخذ القرارات الحاسمة إن صح التعبير. لكن كانت هناك تلميحات من قبل القيادة الفلسطينية إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وكان هناك اعتراض من أعضاء المجلس خاصة من يتبع لحركة حماس والفصائل الأخرى حول هذا الموضوع. وكان هناك بيان من الدكتور عزيز دويك وهو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال هذا الكلام لا يصح، ويجب طبعا أن تلتئم الفصائل الفلسطينية في رام الله وأن تعقد الجلسات بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، لكن ليس بالتفرد بالقرارات كما جرى. مناقشة أبرز القضايا اليوم هو التركيز على دور الولايات المتحدة الأمريكية وما جرى بعد 6 ديسمبر عام 2017، وهو نقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كذلك الحديث عن صمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وما آلت إليه الأمور بعد تراجع بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، الحديث عن القدس وإقامة الدولة الفلسطينية رويدة، وبالإضافة أيضا إلى قرارات ستكشفها الساعات القادمة. نعم، بالتأكيد سنتابع ذلك معك خلال ساعاتنا الإخبارية المقبلة. رائد الشريف مراسلنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.